much happened. شاهد موجود حاليا رقم واحد، هو شاهد لعبد الله كاظم الويد ونسر عبد الله كاظم، هل تستمع شهادته؟ للاثنين معا ام لكل واحد على حده؟ ماكو مانع بدنا نسمع شهادته بالنسبه للاثنين، يعني كل واحد على حده في ان واحد ما دام هو جاي حتى مره ثانيه ما نحضره. يعني حتى اول شيء شهاده مزهر كاظم رويد. نعم. بعدين نستمع الى عبد الله كاظم. مزهر عبد الله كاظم رويد. مزهر عبد الله كاظم رويد. بعدين نفس الوقت بالنسبه لشهاده عبد الله كاظم رويد. يعني يبدا بشهاده الشهاده لصالح مزهر يكمل الشهاده الاولى، بعدين يؤدي الشهاده الى نفس الاجراءات بالنسبه للشاهد الثاني. شهاده ثانيه. خلي يدك على القران. انت اول شيء شهادتك بالنسبه مزهر عبد الله كاظم اول شهاده بالنسبه الى قول اقسم بالله ان اشهد بالصدق كله ولا اقول الا الحق شنو شهادتك باعتبار شاهد دفاع للمتهم مزهر عبد الله كاظم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بالنسبة إلى السيد مزهر عبد الله كاظم، إنه موظف بسيط في يعمل في دائرة البريد كعامل درج مثل ما تفضلون، فكان غير موجودا عندما زار السيد الرئيس صدام حسين المنطقة، الرئيس السابق صدام حسين المتهم صدام حسين السابق، كونه كانت لديه واجب خفارات يومية في دائرته، ولم أشاهده أن يقوم بأي واجب حزبي يكلف به، وذلك لكونه درجته الحزبية نصير. شو وقت ما شفته؟ شو وقت يعني؟ في اليوم الأول من زيارة الرئيس السابق المتهم صدام حسين. يوم 8/7/1982. ولم أراه أبدا أن يلقى القبض على أحد من عوائل حزب الدعوة، ولم يكون قد كلف بمداهمة عوائلهم. هذا هو عندك شيء آخر بس هاي؟ أنت يا يوم الحادث أنت وين كنت؟ نعم، يوم الحادث أنت شخصيا وين كنت؟ يوم الحادث شخصيا أنا كنت في البيت في بيتي، وعندما سمعت مجيء المتهم صدام حسين زيارة إلى الدجيل، رأسا ركبت سيارتي ذهبت إلى استقباله مع الجماهير الموجودة معه، فالحقت به قرب مدرسة الإبراهيمية في الدجيل. شو كشفت المتهم؟ المتهم هسه تجيك السالفة، المتهم شلون شفته؟ فعندما وصلنا السيد الرئيس السابق، عندما وصلنا له اطلقت العيارات النارية على موكبه. اي. وبعد ذلك تفرقت الجماهير المحتشدة حوله خوفا من العيارات النارية، وانا كنت ضمن هذه الجماهير، رأسا نزلت من السيارة من كثر ازدحام الناس اللي من هزمة. اختبأت خلف شجرة كبيرة خوفا من الرصاص. وبعد ذلك من خفت الناس بهزمة شاهدت السيد عبد الله اللي هو والدي، شاهدته
وإذا به كأنما يريد طائرة نفسها يريد شون هالمشكلة هذه. والله شفت كتابة معود تعال اربع هذه السيارة موجودة والله جبتها وهي صعدت بالصدر رأسا وقال يلا يلا قبر قبر راح تعليق وصارت مشكلة كبيرة وهاي العياذ بالله هاي مو خوش خبر هذا الرئيس انضرب وهاي مشكلة ما راح تنسد اركب ابني يلا قلت له بس على كيفك قال شنو على كيفك يلا تحرك رأسا كيفك هذه حقيقة يعني احنا هذا اسلوبنا كان في السيارة فلفت السيارة مباشرة لأن الشارع فراغ وقبل رحنا للبيت زين أني والوالد عبد الله كاظم. ليش وقت بقيتوا بالبيت يعني طول الأيام بقيتوا بالبيت؟ وشنو الضربة حدثت بعد الظهر يعني تقريبا المضبوط الساعة 2 ورجعنا للبيت. لما رجعنا البيت قال يابا وكل الرمي اللي صار قريب ترى عن اخوك عن مسير لانه اخوك بالدائره موجود. قلت له والله يابا ما شفته موجود قال ويا الجماهير اكيد بالدائره. قال يلا هسه تتصل بي هاتفيا السبع. قلت له يابا والله هسه اتصل بي. فقمت اتصلت بيه هاتفيا قال هيا ان شاء الله ماكو شيء واني موجود بالواجب ومكلف بهذا الواجب على شكل خفارات وانذار لمده 15 يوما. فعندما يكون هو سياده القاضي المحترم عندما يكون هو مكلف في هذا الواجب خفاره لا يحق له مغادره الدائره بتاتا. ليش؟ لانه هو مامور بداله ولا يحق له ان يعوفها إلا أن أجيب بديلة يرتاحون وهكذا. المتهم ما كان حزبي؟ المتهم سيادة القاضي إحنا مو غريبين عن الحزب. أعتقد هسه الحضور يمكن طلع لك واحد أو اثنين مو حزبي. زين يا هذا حقيقة إحنا ما نتجاهلها ولا ننكرها. البعثي المؤيد والنصير هذا ما يعتبر بعثي أصلاً. ليش؟ ما يعتمد عليه سيادة القاضي ما يعتمد عليه لا بواجب ولا يعني أو فرقة مثلا ها ما يعتمد عليه نصير يقول تعال زم واجب أو كلفة روح زم فلان ألقى القبض عليه. النصير شنو هو النصير؟ ليش ماكو عليه منه؟ ومع هذا مو هي مو واجبات الحزب أنه يقول القبض على أحد العناصر في هيش قضية. تدخلت عناصر أخرى بديلة عن الحزب وهي القوات الأمن الموجودة خارج المنطقة من بغداد متعاونة معها قوات الأمنية في المنطقة. وقوات الأمنية سيادة القاضي المحترم هي لها بينة واطلاع على أمور المنطقة كافة. يا بد اسمح بارك هذه حقيقة دقيقة يا أبا أوضح لك فتشي. إحنا جبناك بهذه الشهادة كشاهد عن مزهر عبد الله. أنت بين عندك شهادتين، شهادة لأخوك وشهادة لوالدك. نعم أنا حاضر سيادة القاضي أشهد على الوالد وعلى أخوي. الآن سنتحدث ما يتعلق بأخي مزهر عبد الله. أي أنت إيه؟ ما خرجت شهادتك عن الموضوع إلا مو ذاك. يلا نعم أي بعد تعرف إذا كان هو جاي القاضي خبر في الدائرة بعد هذا هل هناك احتجاج عنه؟ هل يتهم في قضية أخرى؟ هذا مستحيل أنه يتهم. يعني والله يعني حائر والله مي سهل. أخ عزيز مخلص ويخدم المنطقة بسيط وإلى مواقف مشرفة مع عوائلهم. أنت يابا ليش يعني تعرف عن الواقعة؟ إيش تعرف عن الواقعة؟ ما جاي بيك أنه الشكل تعرف
اللي صارت دور المتهم شنو كان بالواقع دفاعك عليها مو لغير شيء. سيادة القاضي انت قاضي واني مواطن بسيط، عندما اقول لك انه المتهم مزهر ها هذا عنده واجب بالدائره و15 يوم، هل له دور يعني اجيبه اطلع من الدائره؟